جانا هادشي مفاجئ، حنا جايبين وليداتنا على اساس اليوم الاثنين بيناهم يقراو، هادشي اللي قالوا لينا سيمانه حنا كنجريو، اللي انتقلت ولادها اللي جابته من مدرسه لمدرسه، كاينه دابا اللي جابت ولدها مسكينه انتقلها من القنت وباقي ما حطاتوش هنا، يعني ما هو من المدرسه الاخرى ما هو من هاد المدرسه. الدراري خربقوهم، لا ديك الساعه منين ما بغاش يديروا القرايه بيخليوا الشيء كله في مدرسته. وزيدون قالوا لنا حنا فاجئونا بهاد القرايه عن بعد، حنا ما عندناش باش نقريو ولادنا عن بعد، ما عندناش فلوس الكونيكسيون، هاد القنت هذا فين كاين هاد المدرسه كاين شعبي. شعبي هاد البلاصه هادي شعبيه، ما عندهمش رجالتهم ما خدامينش، ما عندهمش ما فحالهمش، ما نكذبش عليك. كون يداروا لنا صنابيض وما يديروش لنا هاد الشيء هكا. حنا جينا وجينا على اساس اليوم الاثنين بغينا نقريو ولادنا، قلتوا لنا سيروا قراو عن بعد، باش ما يقراو الدراري عن بعد؟ ما كاين لا كتوبه، ما كاين لا قلومه، ما كاين لا شكاير، ما كاين لا حتى شي حاجه، ما معرف على استاذته، ما معرف على قسمه، كيف يدير الدري تيقرا عن بعد؟ ما عندنا لا امكانيات، ما عندنا لا فلوس، ما عندنا لا تعليم، اذا اش غنديروا؟ من الاحسن يديروا سنه بيضاء ويراعيوا الله في الدراري هادو، يراعيوا الله، يراعيوا الله في هذا الشعب الفقير، هذا الشعب اللي ما عندوش. راه 450 درهم راه ما تيقدش عليها، راه عندهم الويفي ب 450 درهم، كي غيدير ليه هذا المواطن يجبد الويفي، يجبد ما يوكلو، يجبد ما يشربو، يعطيه باش يمشي للحمام، كي غيدير؟ وهذا الاستاذ هذا اللي غيشرح لولدي انا عن بعد، وفينا هو تلقى عن بعد بعداك؟ راه هو ما ملقيش التعليم عن بعد، راه هو مولفها بالعصا، راه حشومه وعيب، راه ماشي تسرق ترسق لك في الصباح تقول لينا لا عن بعد، لا حبسوا، لا قيدوا، لا ما تسجلوش، راه حنا ماشي مونيكا، هذه راه من القرارات الطائشة ديال الوزير اللي من فحالها فحال اغلاق المدن اللي تسبت في كارثه ولصقتوها في الشعب، ودابا باغيين تسبوا في كارثه اخرى على المواطن حتى هو تلصقوها فيه. كي غديروا لهاد عن بعد؟ هذا الدري الصغير راه حامل الفيروس. انا ما قاريش، انا ما قاريش، كيفاش غنقري ولدي عن بعد؟ مين غنجيب لي عن بعد؟ ما عنديش انا الكاباسيتي ديال عن بعد. الطاقة ديال البشر، الطاقة ديال الفقراء، راه حنا محدودين، حنا راه ماشي جالسين في بيرو كليما، حنا راه حفرنا على الدرهم ما نجبدوه. نعطيو 400 درهم للويفي، نعطيو للاساسيده، كي غدير هذا الشيء؟ قرار طائش عن بعد ولا حضوري، قرار طائش. سنة بيضاء تنطالبوا بها، وتنطالبوا جمعيات، وتنطالبوكم انتوما كصحافه تهضروا علينا وديروا لنا سنه بيضاء للدراري، حيت الا كاع داروا سنه بيضاء شنو غيطرى في هذا المغرب؟ على هذا القانون كامل غيخرج اطباء، راه الاغلبيه ديالهم غيجلس بلا خدمه. راه كاين الراجل مسكين تيقعد في الموقف، ما كيصور حتى 400 ريال، وتا يرجع للدار وجهه كحل، ما قاد يشوف وليداته، كيف يدير تيدير التعبئه؟ والويفي ما كاينش، والولاد ما تيبغوش يقراونا في الدار. يدير لنا شي حل، الله يجازيهم بخير، لنا شي حل. حتى حنا مغاربه، حتى حنا مواطنين. ما عنديش والله ما كاين، راه كلشي عارفه انا وكلشي عارفين الناس، كاع الناس هنا مساكين. وكلشي حنا ما عندناش، الراجل تيضل في الموقف قاعد، حتى العشيه تيجي، ما تيقد كاع يقابل الدار يجي. كيف بغيتي دير؟ واش دير ليه كونيكسيون؟ واش دير الويفي؟ ولا دير الماكله ليهم لكرشهم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، وهذا الوباء على كل شيء، الجائحه الله يفضلها علينا. رساله الوزير التعليم راه كتخربق. كبير عليك الطرح. حتى ما عندنا هادو الامراض، ما عندهم حتى سبيطار، عاد نزيدو نديرو الامراض الاضافه ديال الدراري الصغار، فين غادي تحطهم؟ هادي راه انعدام المسؤوليه. وحسبنا الله ونعم الوكيل، هادشي اللي غنقول لك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.